آراء نيابية حول الاتفاقيات الدولية لتبادل السجناء بين الدول، والتي جاءت على خطى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه قائد العمل الإنسانية، رأت أن التبادل أمر إنساني ويعزز العلاقة الإيجابية بين الدول. أرى أن هذه خطوة يعني مستحقة، وبوادرها لا شك أن راح تأتي بثمار إيجابية على الدولتين، وأيضا راح تحد أيضا من طرق وأساليب الجريمة اللي تحصل، لأن معروف يعني اجتماعيا ونفسيا أن قضاء السجين العقوبة في موطنه الأصلي ما في شك أن هذا يساهم في إصلاحه أكثر إذا كان من في دولة أجنبية. آراء أخرى رأت أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بتبادل السجناء لا بد أن تتم وفق شروط، في مقدمتها التأكد من تنفيذ المدانين. أيدين هذه اتفاقيات دولية في كل دول العالم خاصة في القضايا الصغيرة، لكن مبعدين عنهم قضايا أمن الدولة، ما عاد هناك اتفاقيات في قضايا. أما تبادل السجناء بدل ما قاعدة ووكلة وشربة، خلي يروح هناك على شرط أن يعاقب، مو يونا هني ناس سوون جرائم، لازم يتابعون ويعني يبين إن حنا ناس عطيناكم تكملون عقابهم هناك، يكمل عقابه عشان ما يجينا غيره يسوي جريمة باشر يودونه بلده ويرد. لكن هذه اتفاقيات دولية والمفروض تصير، لكن يبعدون عنهم جرائم القتل وجرائم أمن الدولة، هذه المفروض مبعدة عن هذه الاتفاقيات. كويت الإنسانية فعلت تلك المواثيق وسلمت بالأمس عددا من المحكوم عليهم بالسجن في المؤسسات الإصلاحية إلى أحد الدول المجاورة لاستكمال عقوبتهم في وطنهم وبين أسرهم.